لو كنت لبست الجاكيت الجلد. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلها. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنحش. اتفضلي قبليهم يا بنتي. انا ما اقدرش اخرج الا لما باشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركت الدنيا بجملي بجملي تركت الدنيا بجملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غارق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صايب ارقص يا تنت ام نوال العينة. حياتي النبي الرطوبة يا تنت. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. اعملوا معروف الرطوبة. اعتبروه مربوس. حازم الشراب هتحرق. ايه يا هارم؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا باشندي ظهر؟ هو ايه يا تنت اللي هيظهر؟ انت هتحضرها عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عودي ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم اللي هم هم يا هانم. طالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا ترزي حريمي. عمري ما حد سرقني في متر وماشي. مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. يا اخرتها يا نوال تسرقونا. اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين اشيلهم لك. يا راجل يا مقشف. امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي يا بابا. ما انا اسف انا اسف يا بابا. سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي. هطلب البوليس يا خالتي. وانا نصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله. سنيه سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيبنا نضربها بره. اضرب مين يا عندك ده؟ يلا بابا عندك. يلا راجل انت ما ناخدك لك وسر. يلا يا معفن. يلا كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان اديلك عمولتك. الله 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 الله. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتني. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد باشندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول باشندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان باشندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت باشندي. تصدق هو باشندي؟ انتوا هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه فوده. معاك يا معلم. يا رب. طب بقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال. نوال يا بيه. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان باشندي ضروري. باشندي ايه بقى ده وقته؟ ما صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى يا اعمى؟ ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور. امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده. مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبت. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش؟
منتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في حاجة، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيمور؟ البت دي تلزن، نفض لنفسك ياه. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفة. ما تكبرش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وفاسين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. امراه فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض، عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه مش وراكوا ليه؟ يلا يا بسله اتفضل. يلا ايه يا كابتن، في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجة، أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ طب خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي، ياخدوك إيه ده؟ أنت روحي افهملي، أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا هتتبهدلي، وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو. هتعمل إيه مع بشندي؟ لا بشندي ده حكايته حكاية. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تكلمش من الشارع ده، انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. اصحى سيبتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي. يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جيب لك حقك. ما تشوف بس، سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك، تسمع على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. أنا مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حاسس بقى يا بابا. ده بيت بشندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. حاضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره، هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلع. اقول لك. قل لي. هذول مساكين؟ مساكين سيادة. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله، بعدك شب ترى. والله حزنت عليك، والله تأثرت لي. لحظة ابكي. الله يقول لي، انت مشلول ولا رجولك منمله؟ لا اخويا مشلول، وانت واقف على رجليك. خمسه. معاك فلوس وعملت مرقه وانا مش لاقي اللغه. خمسه. حرام عليك. اعطيله خمسه. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيتها. انت ما ربيتها، ما ربيتها. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا اخي السؤال، هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابا. يا هلا. شوف، اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلوه. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوش اللي بره دي، راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش، بقولك طلع طوال الفلوس. عم راجل قولي بدهم لنا. يا عم بقولك طلع بالعهده. يا ابني اديله خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم، يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله، والله ساحر.
الاتموسفير حقه كله سحر والله. مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجاله. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300 الف اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك، الشباب شباب تبعنا. خير يا باش. ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير، اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت له تعال انت اللي سويتي لي عمل؟ قلت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني، وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفة ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيرة يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت، لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. ما تبغي ما تبغي. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني، تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيده عصيده. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيده واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا امي. لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تراني اعمل بيبي دخان. والله اسوي بوليوشن. اطلع. وش طالع؟ اطلع. قلت لك وش طالع. تبي. أنا العفريت. بعتني ليه يا حرامي؟ أنا مش خرامي. لا حرامي تسرق كل الناس. فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو دفت أم نوال يا حرامي. أنا ما سرقتش حاجة. لا لا العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم منوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا منوال انا باكل منها عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يجوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يجوز. انت يا بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه فارغ الصبر. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرد ده انا الفرحه مش سايعاني. دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا بشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناك النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هتوه اسمع يا عم زفت انت. اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده. تعال اوريك هنعمل فيك ايه.
لفوا.